السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المطبخ المبسط. اليوم أقدم لكم طريقة تجميد الفراولة بطريقة سهلة ومبسطة وبدون أن تلتصق كما تلاحظون. سأخذ الفراولة وأزيل لها الأوراق، أضعها في إناء آخر، ويمكنكم أيضا أن تحتفظوا لها بالأوراق. أستمر هكذا حتى أنهي باقي الحبات. هذه الفراولة لن أغسلها، سأحتفظ بها دون غسل، لأننا إن غسلناها ستلتصق لنا في المجمد. حتى وإن قمنا بتنشيفها ضروري ما تحتفظ بالقليل من الماء، وهذا هو سبب التصاقها في المجمد. أما إذا لم نغسلها نحصل على حبات متفرقة وغير ملتصقة نهائيا. عندما نحتاج إلى الفراولة نخرجها من المجمد قبل الاستعمال تقريبا ب10 دقائق، وننقعها في الماء كي تغسل جيدا ونستعملها مباشرة. كما تلاحظون أرجع حبات الفراولة إلى العلبة دون أن أغسلها. أستمر هكذا حتى أملأ العلبة كاملة. كما تعلمون الفراولة إن احتفظنا بها في الثلاجة تفسد بسرعة. هذه الفاكهة حساسة جدا، لذلك الأفضل أن نحتفظ بها في المجمد إلى حين الاستعمال. ألف عليها البلاستيك الغذائي وأدخلها إلى المجمد إلى حين الاستعمال. طريقة جد سهلة. هذا هو شكلها بعد إخراجها مباشرة من المجمد. كما تلاحظون حبات متفرقة وغير ملتصقة نهائيا. آخذ الحبات التي أريدها وأرجع الباقي إلى المجمد مرة أخرى. أتمنى أن تعجبكم هذه الطريقة وتستفيدوا منها. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب أو لايك. إذا أحببتم أن نوافيكم دائما بجديد قناتنا اضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب مع تفعيل الجرس. وإذا أردتم أن تعم الفائدة شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لكم، دمتم في حفظ الله والسلام عليكم.